عبد اللطيف الحافظي، نائب كاتب المجلس الجهوي لجهة واد الذهب القويرة، مندوب لجنة الثقافة والتعليم. انعقد مجلس دورة المجلس الجهوي لجهة واد الذهب القويرة لسنة 2014، الدورة العادية لشهر شتنبر، وأدرج عدة نقاط. من أهم هذه النقاط الدخول المدرسي 2014-2015، ومستجدات التربوية والعرض التربوي الذي تم فيه الدخول المدرسي. وتداول السادة الأعضاء تقرير جد هام ومناقشة مستفيضة لهذا القطاع وللدخول المدرسي، وخرج الجميع بتوصيات جد هامة. من أهم هذه التوصيات، أولا تسهيل ولوج خريجي المعاهد والمدارس، المعاهد والبي تي اس خصوصا، إلى المدارس العليا وإلى الإجازة المهنية بجامعة المملكة. ثانيا، من أهم التوصيات المطالبة بإنشاء جامعة بالأقاليم الجنوبية ونواة جامعية بمدينة الداخلة. ومن أهم التوصيات التي خرج بها السادة الأعضاء توصية جد هامة أيضا، وهي ضرورة توفير المفتشين التربويين قارين بالجهة لتفعيل دور المراقبة التربوية بالجهة، لأن هذه من بعض التوصيات التي خرج بها المجلس. وهناك توصيات أخرى التي تداولها السادة الأعضاء ورفعت بهذا الشأن توصيات إلى الجهات المعنية قصد تفعيلها والمصادقة عليها لإنجاح التربية وقطاع التربية والتكوين بالجهة حتى يكون في المستوى المنشود. شكرا لجريدة الداخلة 24 اللي تهتم تتبع شأن مجالس المنتخبة، كما هو الشأن اليوم بمجلس جهة واد الذهب القويرة اللي يعقد الدورة العادية لإعداد الميزانية، واللي كانت فيها مجموعة من النقاط تتعلق بإعداد الميزانية سنة 2015، اتفاقيتين لتمويل الطائرة، اتفاقيتين الأولى تتعلق بتمويل الطائرة الداخلة لاسبانوس، والأخرى تتعلق بتمويل تزويد غليم أوسرد بالبنزين الكهرباء. كما كانت هناك النقطة الرابعة هي نقطة تتعلق بدخول المدرسي، وقد هي اللي حظات بالمناقشة الكبيرة داخل المجلس، واستغرقت الدورة ما ينافس 7 سوايع. دخيل مساوي رئيس قسم الشؤون التربويه باكاديميه واد الذهب القويره. في البدء اتوجه بالشكر والتهنئه لكافه رواد الموقع، واطمئنهم ان السيده المديره في حاله الحمد لله جيده، وقريبا ستكون هنا بالداخل. فيما يتعلق بنقطة الدخول المدرسي التي تم تداولها في مجلس الجهة، لقد بينا بأن هذا الموسم تميز بعدد أكبر لتلميذات وتلاميذ الذين ولجوا المنظومة، كما أن ركزنا على نقطة الخصاص من حيث أساتذة اللغة الفرنسية والرياضيات، كما تطرقنا أيضا إلى المجهود الذي ينبغي أن يبذل من أجل أن تكون هذه السنة بالنسبة للأقسام التحضيرية سنة مميزة، وأكدنا على أن فيما يتعلق بشعب تعليم ما بعد البكالوريا البي تي اس أن هناك تخصصات لم تستكمل الطاقة المتوفرة، وهي حوالي 30 مقعدا، والذي يبقى منهم 20 شاغرا خاصة بالنسبة لشعبة التدبير السياحي. إذن هذه في معظم مسمومة. أيضا شكرنا الجهة والفعاليات المحلية على مستوى البلدية وأيضا الولاية على المجهود من حيث الدعم الاجتماعي والمحافظ التي تم تخصيصها، وأيضا الزي المدرسي الذي ساعدوا في توفيره بالإضافة إلى ما تقدمه الأكاديمية والنيابة الإقليمية. بالنسبة للأقسام التحضيرية يبذل جهود من أجل توفير كافة الحاجيات للطلبة نظرا لخصوصية التعليم بها. لقد تم اتفاق مع شريك اجتماعي وهم جمعية أباء وأمهات تلاميذ ثانوية لالة خديجة، والذين نشكرهم جدا على توفيرهم للنقل ومساعدتهم في هذا الباب. ينبغي دعم الأقسام التحضيرية من حيث الكتب
ويبقى الإكراه الكبير هو توفير الكادر البشري، وهذه من مسؤوليات الوزارة التي تعمل عن كتب من أجل توفير أساتذة مبرزين، لأن هؤلاء الأساتذة من هذه الطبيعة الذين يستطيعون التدريس بهذه الشعب.